عبد الرحمن، عبد الرحمن وين اخوك؟ وين اخوك؟ وين فيصل؟ ابوي هدي وين فيصل؟ اخوك وينه؟ ما في شيء ان شاء الله. اخوك وينه؟ وينه؟ في العمليات الحين هو شوي زين شفته؟ اهدي يا جواد خلينا نفهم وضعه وش هو؟ ما في شيء ان شاء الله، هو في العمليات وبعد شوي بيطلع ان شاء الله يطمنا عنه. شلون ما في شيء؟ وليش دخلها العمليات؟ اهدي اهدي يا يمه اهدي هادي انا ابي افهم ليش دخلها العمليات اذا ما في شيء؟ الحين الدكتور شفته؟ الحين الدكتور بيطلع. اي ان شاء الله الدكتور الحين بيطلع يطمنا. لا اله الا الله. اهدي اهدي ادعي له بس اهدي. يا رب يا رب ولدي يا رب يا رب. يا جماعة الخير، ماني عارف شو أقول لكم، بس ولدكم يطلبكم الحل. صالح، إيش فيه صالح؟ إيش فيه عبد الرحمن؟ وإيش قال الدكتور؟ قولوا لي إيش قال الدكتور؟ ولدي، أبي أروح أشوفه، أبي أروح أشوفه، أبي أشوفه. حرام عليكم، حرام عليك صالح. شكرا الله. لا يا خلي. لا إله إلا الله. ولدي لا إله إلا الله. حط الليمون، حط الماء. أبي ولدي حرام عليكم. شكرا الله. أبي أشوف. حالة تقدير الحادث، في مشكلة سابقة في الفرامل، الحمد لله ما في أي شيء جنائي، والله يصبركم وأحسن الله عزاكم، وأنا أخوك بغيت أي شيء أنا تحت أمرك. طيب متى نقدر نأخذ بإذن الله ينتهون من الإجراءات هذه وتسلمونها، أحسن الله عزاكم.